اطلقت. طيب متابعينا الكرام ومتابعي قناه شوف تيفي محلكم معنا في هذا البث المباشر من سوق اسبوع الجماعه الزايده اقليم بن سليمان. شوفوا معنا الحاله الكارثيه ديال السوق الاسبوعي لجماعه الزايده. فامطار الخير في هذا الاثناء بالسوق الاسبوعي لجماعه الزايده كما كتشاهدوا معنا في البنيه التحتيه صراحه غير صالحه. شوفوا الحالة كيف دايرة متابعينا الكرام. فأمطار الخير في الأثناء بالسوق الأسبوعي لجماعة الزايدة إقليم بن سليمان. شوفوا معنا الحالة كيف دايرة. فمتابعينا الكرام كنقول لكم كل الأحداث كما كتشاهدوا معنا. هذا هو السوق الأسبوعي لجماعة الزايدة في يوم ممطر. اليوم الشتا كتصب ف البنية التحتية في حالة يرتى لها متابعينا الكرام. كما كتشاهدوا معنا متابعينا كان الوحل في كل بلايص الغيس في كاع الأماكن. شوفوا على حالة متابعينا الكرام بالسوق الأسبوعي لجماعة الزايدة. نعم متابعينا الكرام حالة كارثية. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام حالة كارثية السوق الأسبوعي لجماعة الزايدة إقليم بن سليمان. غير رأسه هادي حاجه عالي عالي. شوف نمشيو لها كاين داك نور البطوه اللي غندوزو اصاح. ايوا 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 هذا الطبقه واحد الله فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي كما كتشاهدوا معنا هذه الحاله الكارثيه ديال السوق الاسبوعي لجماعه الزايده. فمعاناه باش كنوصلوا متابعينا الكرام كما تشاهدوا معنا الحاله الكارثيه ديال السوق الاسبوعي لجماعه الزايده اقليم بن سليمان. غتشوفوا شي حوايج متابعينا الكرام اليوم غيصدموكم كاملين. شي حوايج غيصدموا جميع متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي. بقاو معنا بث مباشر. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام هذا هو السوق الاسبوعي لجماعه الزايده اقليم بن سليمان. شو معنا الحاله ديال السوق هذا هو السوق الاسبوعي ديال جماعه الزايده في ظل تساقط الامطار كما كتشاهدوا معنا في حاله يرتى لها متابعينا الكرام. نعم فحالة يرتى لها. شوفوا معنا الحالة كيفاش دايرة فالناس كيتقضاو في هذه الحالة. شوفوا معنا الحالة متابعينا الكرام شوفوا معنا الحالة ديال السوق الأسبوعي كيفاش دايرة.
وقفوا معنا الحالة متابعي قناة شوف تي في. هذا هو السوق الأسبوعي. شوف شي أخرى ويجي الواد راه الواد تما لا مكاينش 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 كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام بخير خوش لا حبك لي خير عقابر لا تقطعها حالة صراحة حالة يرتلها متابعينا الكرام شوف واش مشكية شوف كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام حالة يرتلها شوفوا الحالة كيفاش دايرة متابعينا الكرام شوفوا الحالة كيفاش دايرة هذا هو السوق الأسبوعي شو معنى الكيلة بطالة هذا السوق الأسبوعي لجماعة زيلة إقليم بن سليمان شو معنى الحالة كيفاش دايرة السوق الجديد بدون بنية تحتية بدون سوق بدون بنية تحتية هنايا متابعينا الكرام ولا المخلفات ديال الذبيحه ديال السوق الاسبوعي كلها كتخرج هاد البلاصه المخلفات ديال الذبيحه كلها كتخرج من هنايا هذا هو الواد الحار الواد الحار ديال السوق الاسبوعي في جو ممطر اليوم متابعينا الكرام فبنية تحتية فمتابعينا الكرام تشاهدوا معنا البث المباشر من اقليم بن سليمان بضبط من جماعة زيلة فحالة كارثية في السوق بهذا السوق متابعينا الكرام حالة كارثية بنية تحتية لا علاقة متابعينا الكرام نعم متابعينا الكرام كما تشاهدوا معنا متابعينا الكرام الحالة الكارثية للسوق الأسبوعي جماعة الزيدة شد حالة هادو هما المخلفات ديال الذبيحة مليحة المخلفات ديال البطوار ديال البطوار إذن متابعينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر
شوفوا الاسبال، شوفوا الحاله الكارثيه ديال السوق الاسبوعي جماعه الزايده. الا ما عندكش البوط ما تجيش في هذه البلاصه، الا ما اللي ما عندوش البوط ما يقدرش يجي لهذه البلاصه. شوفوا الحاله كيفاش دايره متابعينا الكرام، اللي ما لابسش البوط ما يخرجش هذه البلاصه يا خويا. راك تشوف الاجواء كي دايره، حتى واحد من الاشخاص اللي ما لابسش البوط راه ما يقدرش يدخل لهذه البلاصه، رغم اننا ما قدرناش نوصلوا لشي بلايص اللي تشوف فيهم شي حوايج كثار في الوسط. نعم خويا، شوفوا الحاله كيفاش دايره متابعينا الكرام، شوفوا الازبال كي منتشره، شوفوا الكلاب ضاله. انعدام مسؤوليه المسؤولين، الكلاب ضاله كتاكل المخلفات ديال الذبيحه كلها كتخرج هنايا، يعني كانت الذبيحه اللي كتوقع في البطوار الداخل كتخرج هنايا، ما عندهمش بنيه تحتيه حيت ما كاينش توازن الوطن الحار. خويا خاصك تشوف اخويا هادشي في كيف خويا، عاوتاني الاخر ديالو راه هو داكشي اللي كتشوف قدام، راه كيبقى يكب تماك ديك البلاصه راه ما تقدرش توصل لها بريحه الخمس. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فحاله كارثيه بالسوق الاسبوعي لجماعه الزايده، فوجب تدخل المسؤولين متابعينا الكرام، فهذا الشيء خطير بزاف. فالكلاب الضاله كلها كتجمع هنايا كتناول المخلفات ديال الذبيحه كلها في هذا قادوس، هذا قادوس غادي بالنسبه لهم هيا. المخلفات ديال الذبيحه كلها كتخرج في هذه البلاصه اللي كتشوفوا فيها قدامكم متابعينا الكرام، هو الممر ديال المخلفات ديال الديما. شوفوا الازبال كيفاش دايره متابعينا الكرام، شوفوا الازبال كيفاش دايره متابعينا الكرام، شوفوا الحاله كيفاش دايره. واش هذا باقي سوق اسبوعي؟ السوق الاسبوعي راه مستنقع مستنقع مستنقع، هذه بيركه بيركه، هذه راه كارثه كارثه بيئيه بامتياز. شوفوا الحاله كيفاش دايره، الناس فين كتعيش ميكروبات، الناس اللي كتاكل الدجاج كتاكل هذه الحماده باش الله يسدر عليها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف الحاله كيفاش، شوف الناس كيفاش عايشين 2020، شوف الناس كيفاش عايشين متابعينا الكرام. عفوا 2021، شوف الحاله كيفاش دايره 2021، شوف الصوم كيفاش داير، شوف الحاله ديالو كيفاش دايره. والحاجه كي جات الحاله، اجواء على السوق هذا كي جات الحاله ديال السوق. هربت فوجب تدخل المسؤولين المتبعين الكرام، هذا الشيء خطير وبزاف، كارثه صراحه كارثه بامتياز. ومع تساقط الامطار فكتولي مصيبه وكثر كاع. شوفوا الناس كيفاش كيعانيوا، شوف المعاناه ديال الناس متبعين الكرام، شوف الازبال شحال الازبال مشهورين، شحال كميه الازبال. هذا الشيء والمجلس الجماعي في خبر كان، المجلس الجماعي لجماعه الزايده ما كاينش، فينا هما المسؤولين المتبعين الكرام؟ فينا هما المسؤولين المتبعين الكرام؟ فحاله حاله كارثه كارثه كما نقولوا، كارثه بامتياز. شو معنا السوق الاسبوعي كيفاش داير، شوفوا الازبال اللي منتشره، شحال الازبال، شوفوا كميه الازبال المتبعين الكرام، شوفوا الكلاب الضاله كيفاش كتعيش. هذا هو السوق الاسبوعي لجماعه الزايده متابعينا الكرام، شوفوا الحاله كيفاش دايره، شوفوا الحاله البيئيه بامتياز كيفاش دايره، شوفوا السوق كيفاش داير. كيجاك السوق الحاج؟ ما في والو. فكما سمعتوا معنا متابعينا الكرام فصراحه كارثه بيئيه بامتياز هنايا، المياه بزاف، شوفوا الحاله كيفاش دايره متابعينا الكرام. كارثه بيئيه بامتياز متابعينا الكرام، كارثه بيئيه بامتياز. شوفوا الحاله كيفاش دايره، هذا الشيء شوفوا الازبال فين كينتشر. فالحيوانات كيتناولوا هذه المخلفات ديال الذبيحه هنا، كيؤدي للوفاه ديالهم، كيتسموا
هنا ولا ميكروبات مخلطه هنايا الدجاج كلشي هنايا كلشي من هذه البلاصه كلشي مليوح هنايا. بغيت نوريكم تما فهاداك هنا فهاد البلاصه المتابعين الكرام بغيت نوريكم شنو واقع هنا كاين الدم هنا كاين الدماء ديال الجزار ديال البطوار الداخل البطوار كيدبحوا به الداخل اي البائم قال لك اللي كيدبحوا هاد الصباح كيجي الدم ديالهم هنا كيخرج المتابعين الكرام هنايا كاين الدماء متبعين بغاش يبينوا المتابعين الكرام هنا كاين الدماء المخلط ديال الذبيحه كلها هنايا فكيجيو الكلاب الضاله متبعين الكرام وكيتناولوا هذاك المخلط ديال الذبيحه تمايا شوفوا الحاله كيفاش كتولي هاي دابا شاف هاد اللقطات كاين شي امطار في هاد اللقطات متبعين الكرام شوفوا الحاله كيفاش دايره كاين هما المسؤولين على السوق شوفوا الكلاب الضاله كل نهار كيموت كلب جوج ثلاثه في هاد البلاصه كل نهار كيموت واحد جوج ثلاثه علاش حيت كيتناولوا المخلف ديال الذبيحه كل ديال البطوار البطوار كل الدم ديالو كيخرج هنايا ما بغيناش يبينوا الدم متبعينا الكرام هذاك القادك كيبان لكم هذاك الممر كيبان لكم هذاك هو كيدوز الدم ديال البطوار كامل كيدوز هنايا المخلف ديال السوق كامل كيدوز هنايا المخلفات ديال السوق كلها كتخرج هنايا سلام وكيدير السوق اليوم مزيان ولا كيدير الحاله غايسس لا لا حنا كنشوفوها باش كيدير باغي تقول لك شي الحال شي الحال كيفاش دايره متبعينا الكرام فكما كتشاهدوا معنا المخلفات ديال الذبيحه كتخرج هنايا كل نهار كيموت كلب جديد لانه كيتناول المخلفات اللي كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام وحتى الطيور يعني حتى الطيور كاين هنايا شوفوا معنا متابعينا الكرام الطيور هما كيتناولوا مخلفات ديال الذبيحه هنايا في هذا السوق ديال الزايده فكنعتذروا الشتاء في هذه اللقطات متابعينا الكرام شتاء شتاء ثم تمطر في هذه اللحظات الكلاب الضاله كلهم كيتناولوا مخلفات الذبيحه كما كتشاهدوا معنا على المباشر الكلاب كلهم كيتناولوا في هذه اللحظات متابعينا الكرام ففينا هما المسؤولين متابعينا الكرام فينا هما المسؤولين شوفوا الحاله كحله فالكلاب الضاله كيتناولوا المخلفات ديال الذبيحه السريه وديال الذبيحه ديال البطوار ديال الزايده كلاب كلها كيتناولوا ديك الشيء ديال الذبيحه كيخرج هنايا شوفوا الحاله كل نهار كيموت واحد كل نهار كيموت كليب جوج فكان صراحه حاله كارثيه متابعينا الكرام ففينا هما المسؤولين متابعينا الكرام فينا هما المسؤولين شوفوا معنا كميه الازبال اللي منتشره هنايا إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من السوق جماعة الزايدة إقليم بن سليمان